اللهم صل على سيدنا محمد القائل: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم رب العالمين، انصر المجاهدين في العراق وفلسطين. اللهم رب العالمين، انصر المجاهدين في العراق وفلسطين. اللهم رب العالمين، ارفع عنا حصار الظالمين. اللهم رب العالمين، انصر صدام والعراقيين. اللهم من ارادنا او اراد ديننا او اراد بلادنا او اراد امتنا بسوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم اجعل كيده في نحره ونحره في كيده حتى يذبح نفسه بيديه. اللهم رب العالمين، اجعل اول جهادنا فلاحا واوسطه نجاحا واخره اجتياح الكيان الصهيوني من النهر الى البحر. اللهم اكتب لنا صلاة في القدس، اللهم اكتب لنا صلاة في القدس. اللهم رب العالمين، احفظ صدام وارقه يا رب العالمين يا الله. اللهم ايده بنصرك المؤزر واطل من عمره يا الله. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك.